ثلاثة كسكة تنشوها والله نحس ساكنها جبل. لا انت خلاص يا اختي ما عاد الخويني وين؟ الحوية. حوية؟ قوية. بسم الله. كيف السير يقول؟ بطلع 10 ايام ما قاعد. والله يا ما شاء الله تبارك الله. والله 10 ايام. ابراهيم حميد. زي امس رميته زيه؟ وين؟ ورا. ورا. اه. ورب العسل. والله هذا العسل. مزح والله هذا العسل. والله ما انت ماكلين يا انت يا ها والله ما الثلاثة كيلو متر هي ثلاثة وزنة عطنا السفرة عطنا السفرة عطنا السفرة قال في ريال سفرة سفرة ولا كيس الدقيقة حتى الظهر هي والله حتى الظهر أسهل لا والله هذا كله عشان تحدي ابراهيم بس ما عاد هو حميد ما عاد يتحدى اني ما بعد الساعه من اول ما اهلا وسهلا